خط الخير. خط الخير خط واحد عن طريقه ممكن تتمنى وتحلم كمان، يسمع منك ويحقق لك حلمك. شوف كم كلمة حب من القلب اتقالت، شوف كم دمعة حزن من عالخد اتشالت، أحلام كتير اتحققت وأماني كتير راح تتولد مع خط الخير. مع خط الخير. للتواصل مع برنامج خط الخير على رقم 2578-5893 كل يوم من الساعة 1 للساعة 3 عصرا. كلمونا وقولوا أمنياتكم وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونحقق كل أمانيكم بخط الخير على راديو مصر. رمضان كريم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة بهية للتبرع 16602. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المستمعين مستمعي راديو مصر ببرنامج خط الخير، ومعكم عمرو الليسي على راديو مصر. للتواصل مع البرنامج على رقم 2578-5893. فكرة برنامجنا بتعتمد على ان حضرتك بتتكلم على مدار اليوم، تكلم راديو مصر وتسيب رسالة تقول فيها امنياتك او طلباتك او احلامك، واحنا بشكل عشوائي الكمبيوتر بيختار هذه المكالمات وبنكلم حضرتك على الهواء مباشرة، وبإذن الله نحقق لك امنياتك مهما كانت. وان شاء الله هيكون في مفاجآت في البرنامج، ان هيكون واحنا بنتكلم هتكون كده في مكالمة سعيدة الحظ، يعني ايا كان الطلب بتاعها بإذن الله نحققه ان شاء الله بإذن الله. للتواصل مع البرنامج مرة تانية 2578-5893. عايز اقول لكم احنا يعني دايما الحمد لله كل سنة واحنا دايما طيبين، كل سنة واحنا متحبين ومتكاتفين وفي ظهر بعض. قد ايه الشعب المصري ده شعب جميل يا جماعة، انه قوي وصامد، صامد قدام كل الشدائد. كل اللي سافروا مننا برا مصر عارف قيمة بلده واهله وقد ايه احنا شعب مختلف عن كل شعوب العالم في العطاء. والدليل على ده ان ظهر في الفترة الاخيرة بعد انتشار مرض فيروس كورونا مبادرة انسانية لمساعدة المصريين بالخارج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسمها احنا في ظهرك انت مش لوحدك. وفكرتها ان كل شخص مقيم خارج مصر بيقدم لأخوه المصري اللي بيمر بأزمة كافة المساعدات العينية والمادية، وكمان عرض الاستضافة المنزلية. شايفين قد ايه المصريين في ظهر بعض؟ مش بس كده، ده حصل كمان تفاعل كبير جدا مع الهاشتاج والمصريين جوه مصر من خلال تقديم مساعدات لكل كبار السن في المنطقة، بيشتروا لهم كل مستلزمات البيت علشان هم ما ينزلوش من البيت. في حاجة أجمل من كده؟ عاوز أقول لكم إن الهاشتاج ده انتشر جدا وتفاعل عليه آلاف المصريين داخل مصر. مصريين كلمونا وربنا يقدرنا ونحقق أحلامكم وندخل البهجة والسرور. ورجعنا لكم تاني ومعاكم عمرو الليسي على راديو مصر في برنامج خط الخير، وتعالوا نشوف الكمبيوتر اختار أول مكالمة النهاردة مين. أنا اسمي أنا إبراهيم، عندي 23 سنة ووالدي متوفي، والمفروض ان انا هتجوز في العيد، والصراحة مخطوبة بقى 3 سنين، وانا كنت بسمع حضرتك في برنامج خط الخير في الراديو في رمضان، وبتمنى ان حضرتك تساعدني، وعارفة ان حضرتك طبعا بتساعد العرايس وبتفرح قلوبهم، ونفسي والله يعني حضرتك تفرحني، فانا يعني بتمنى ان حضرتك تساعدني عشان بصراحة انا مش عارفة اعمل ايه، و يعني انا بصراحة بتمنى ان حضرتك ترد على رسالة وتساعدني. انا والدتي ممكن يعني مش بتشتغل، قاعده في البيت، هي لو ما اتجوزتش في العيد المفروض ان هو لا قدر الله ممكن يسيبني عشان الحاجات دي، وانا بصراحه بتمنى ان حضرتك تساعدني ويا ريت ما ترفضش الرساله بتاعتي. زي ما سمعنا اول مكالمه جات لنا من الاستاذه علاء ابراهيم، يا ريت المهندس هشام، الرقم موجود عندك هشام اطلبه عنه. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أكلم الأستاذة آلاء إبراهيم. أيوة عم حضرتك مين؟ أنا عمرو الليسي من برنامج خط الخير على راديو مصر. إيه ده بجد والنبي؟
والله بجد ازاي كل سنه طيبه. هو حضرتك سمعت رسالتي مش متوقع والله سمعت رسالتك ولسه زي عينها دلوقتي لو انت فاتحه الراديو هتسمعيها. ورمضان كريم عليك يا علاء كل سنه وانت طيبه. بسمع كل يوم راديو بتاع حضرتك والله. ربنا يخليكي. قولي لي بقى ايه الحكايه بقى؟ اولا رمضان كريم. الله يكرمك. كل سنه طيب. احكي لي بقى حكايتك ايه؟ انا والدي متوفي بقاله 3 سنين او 4 سنين. وبصراحه يعني كان هو 700 جنيه بس الدخل بتاعنا. والدتي شغاله عملت نظافه وقعدت عشان وقعت على رجلها واتلمت ولحد دلوقتي ما جبتش حاجات في الجهاز بتاعي. الا انت عندك كم سنه؟ عندي 22 سنه. ساكنه فين؟ ساكنة في دار السلام. والوالد الله يرحمه كان بيشتغل ايه؟ كان شغال امن كومباوند. الوالدة دلوقتي هل عندها اي دخل او اي معاش شهري؟ او معاش شهري 700 جنيه. وانتوا ساكنين في بيت ايجار ولا تمليك؟ لا ايجار بيت صالة. انتي مخطوبة بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين دلوقتي. 3 سنين ليه كده؟ ده انت طولتي قوي. ده انا عايز اقول لك ده حتى بيقولوا لما فتره الخطوبه بتطول كده بتحصل مشاكل. اه بترخم. فيعني كنت المفروض انت تعجبك. بيشتغل ايه خطيبك؟ بيشتغل في محل ادوات مثليه. طيب وانت ايه دارسه ايه؟ معايا دبلوم تجاره. تشتغلي؟ ايه؟ انت تشتغلي؟ لا قاعده. مامتي اللي كانت شغاله وقعدت عشان كانت ماشيه على رجلها وتلوت. طيب دلوقتي مش شغاله. دلوقتي قولي بقى ايه اللي مطلوب؟ انا تحت امرك. انت زي بنتي بالظبط على فكره، يعني انت اصغر من بنتي كمان. قولي اللي انت عايزاه. ربنا يخليك يا دكتور. والله مش عارفه اقول لحضرتك ايه. اموري حبيبتي. انا ما جبتش حاجه، يعني ما جبتش غير حاجاتي انا الشخصيه. مش عارفه اجيب بصراحه. طيب زي ما حضرتك عارف العيشه صعبه للاسف. العيشه والكورونا واللازم منه طبعا، يعني الحاجات دي كلها طبعا اضافات. فلا ان شاء الله حاضر. بصي احنا باذن الله في خط الخير هنجهزك ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك ان شاء الله. ونتصل. ربنا يخليك. شكرا. دي مين دي اللي جنبك دي؟ زغرات دي مين؟ الدهاني 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 الدهاني. هو دي سايق وكانت ويعني كانت شايلاني. ربنا يخليك ربنا يخليك. انت عندك غير آلاء؟ عندي احمد برضو عنده 30 سنه وما اتجوزش برضو من الزمن. اه ربنا يا رب يجيب له خير. وانت عامله ايه دلوقتي؟ كويسه الحمد لله. ربنا يبارك لك. الحمد لله نحمد ربنا. طيب كل سنه طيبه ورمضان كريم. وانا زي ما قلت لالاء هنجيب لها جهاز ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك لك. ربنا يسعدك ويوفقك شر المرض يا رب. وانت لو تأمريني باي شيء انا تحت امرك. الامر لله. ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك يا ستي ويبارك فيك يا رب ويجيب لك الخير يبعد عنك الشر ويسمعنا عنك كل خير يا رب ان شاء الله باذن الله. رمضان كريم عليك ومبروك لالاء. هيكلموها دلوقتي. ادينا اكلم الاء دي واحده. ماشي الاء هيكلموكي دلوقتي مع عبير. وحي بنتي كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك ان شاء الله باذن الله في رعايه الله. مع السلامه. الحقيقه ربنا يسعدها. وعايز اقول لكم هي دعوه اي واحده هو من دلوقتي بقول لكم لغايه اخر رمضان ان شاء الله اي واحده او واحد كاتب كتابه ولسه ما دخلش او ما اتجوزش عشان الجهاز يكلمنا ان شاء الله الشهر ده باذن الله نجهز 500 عروسه باذن الله ان شاء الله. فانا بقول لكم من دلوقتي عشان كل عروسه وكل عريس عندهم شويه مشاكل وعايز اقول لكم ده شيء طبيعي ان يبقى عندنا كلنا مشاكل في الجهاز. كلموني على البرنامج وان شاء الله هنجهز كل عروسه وعريس يكلمونا باذن الله ان شاء الله. قولوا بس يا رب كده ربنا ييسر الامور ونقدر نعمل ده كله ان شاء الله. فكل عروسه وكل عريس ناقصهم حاجه في الجهاز ناقصهم الجهاز يكلمونا على رقم 257-85-893 برنامج خط الخير على راديو مصر. هنتصل بيهم وان شاء الله نجهزهم ان شاء الله باذن الله. عايز اقول لكم حكمه عجبتني جدا بتقول كلما اعطيت بلا مقابل كلما رزقت بلا توقع. اعمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث عملك بصوت مرتفع. ربنا يجعلنا جميعا يعني من الذين يعملون ويحسنون في السراء وفي الضراء. ورب يتقبل منكم جميعا. وانا عارف ان احنا شعب معطاء ومتاكد ان احنا شغالين كلنا في الخير في رمضان في ظل الظروف الصعبه اللي بتعاني منها العماله اليوميه والناس كتيره تعبانه وارزاقها اتقطعت. ربنا يجعلنا دايما طاقه نور وخير للناس دي ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم خط الخير على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي للتواصل مع البرنامج على رقم
2578-5893. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي للتواصل مع البرنامج على رقم 2578-5893. أرجوكم ابعتوا لنا أمنياتكم وأحلامكم وربنا يقدرنا وندخل البهجة والسرور لقلوبكم ولبيوتكم على راديو مصر في برنامجكم خط الخير. وهستأذن المهندس هشام إن احنا بالكمبيوتر نختار مكالمة تليفونية تانية نسمعها لو سمحت. السلام عليكم، أنا اسمي أم أحمد. كان حصل لي حريق من سنتين، أثر على إيدي وأثر على وشي، وعندي الشقة كلها اتحرقت، العفش كله اتحرق، وأنا دلوقتي محتاجة أوضة نوم ومحتاجة المكنة أن أنا أعين عليها نفسي، أن أنا أقدر أساعد جوزي وأشتغل عليها، عشان محتاجة أن أنا أعمل عملية ومش قادرة أن أنا أعمل عملية. فحبيت أن أنا أكلم برنامج خط الخير أن هم يساعدوني في أوضة نوم وبالمكنة إن شاء الله إن أنا أشتغل عليها وأقدر أساعد نفسي عليها. زي ما سمعنا المكالمة التليفونية دي الأم أحمد، يا ريت يا هشام تكلمها لنا بعد إذنك. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقدر أكلم أم أحمد؟ مين حضرتك؟ أنا عمرو الليسي برنامج خط الخير على راديو مصر. اهلا وسهلا حضرتك، معقوله؟ اه والله. انا ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ كل سنه طيب. كل سنه طيبه ورمضان كريم عليكي. علينا وعلى الجميع باذن الله يا رب. سمعنا جزء من مكالمتك، يا ريت تحكي لي بالظبط الموضوع ايه ونقدر نساعد في ايه، تحت امرك. والله يا دكتور عمرو، انا كان حصل لي حادث من حوالي سنتين. خير. كنت متجوزه بقالي 8 شهور وكنت حامل حوالي شهر ونص. حادث حريق حصل في شقتي، جهاز عروسه كله باكمله راح، اللي اتحرق واللي اتباع، وعشان خاطر نعرف اتعالج. طلعت من المستشفى بعد شهر عندي عجز في ايدي الشمال بنسبه 90%، طبع واحد بس هو اللي شغال فيه، وايدي اليمين برضو فيها حرق ووشي. فحضرتك انا محتاجه ان انا عمليه، اعمل عمليه، فالعمليه صعبه شويه بتاعت ايديا، فكنت محتاجه اوضه نوم، مش للرفاهيه، اوضه نوم هتساعدني ان انا لما اعمل العمليه هقعد حوالي من شهر ونص لشهرين ابقى مركبه حاجات معدن كده في صوابعي وفي ايدي، مش هقدر ان انا اتحرك خالص. قوليلي حضرتك ساكنه فين؟ عمليه ترقيع، ان انا مش هقدر احرك رجلي او هياخد من رجلي او من بطني، فكنت محتاجه اوضه نوم تعيني على ان انا اعرف حاجه انام عليها، والدولاب حاجه اعرف ان انا لما افتح الدولاب اعرف اتناول حاجه بسهوله، عشان معايا ابني ان انا براعيه صغير، وجوزي راجل عامل ارزقي، فطبعا مش قادر ان انا اجيب اي حاجه. بيشتغل ايه جوزي؟ شغال سواق على عربيه واحد بكوميسيون. طبعا ظل الظروف اللي احنا بقينا فيها دي، لو جاب لي 40 جنيه في اليوم يبقى كويس. وانت عندك اولاد؟ عندي احمد ده عنده سنتين دلوقتي بالظبط، وكنت محتاجه مكنه خياطه، انا ترزيه، محتاجه مكنه خياطه ان انا عندي خبره في الخياطه. يعني اشتغلت خياطه قبل كده؟ كنت شغاله في مصنع، بس ما فيش اي مصنع دلوقتي هيقبلني اساسا عشان نسبه العجز اللي في ايديا، مش هعرف ان انا اشتغل في مصنع بالانتاج. كنت محتاجه ان انا افتح مشروع صغير في بيتي ان انا اقدر اساعد في البيت. حضرتك العجز بقى بالايجار ب 1000 جنيه، فصعب ان انا يعني ان انا اقدر ادفع الايجار ومصاريف، وحالتي الماديه صعبه ومليش رزق معاش ولا اي حاجه ان كان. فمحتاجه فعلا اوضه نوم، وهي المكنه دي ان انا اقدر بعد كده ان انا اقدر اشتغل عليها واقدر اساعد في البيت. انت ساكنه فين يا ست امي؟ ساكنه في اكتوبر. طيب ان شاء الله باذن الله برنامج خط الخير هيجيب لك غرفه النوم ومكنه الخياطه. خلاص ربنا يخليك ويبارك لك يا دكتور عمرو، يا رب ربنا يخليك ويبارك لك ويقدرك ويقدر الجميع على فعل الخير يا رب، يا رب يشفى عنا الوباء باذن الله. ان شاء الله هيكلموكي على طول بعد الهواء على طول، وهيبعتوا لك غرفه النوم والماكينه لغايه عندك. الف سلام عليكي وربنا يشفيكي ويعافيكي. ولو احتجتي اي حاجه في موضوع عمليات القصب الحرق اللي جالك احنا تحت امرك. ربنا يخليك يا رب، يعني بس عنا الوباء دوت، وان شاء الله باذن الله فعلا انا محتاجه عمليه لايدي، بس ان شاء الله باذن الله
بعد ما تنزح الغمة دي بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. ربنا يا بنتي طمنا عليك إن شاء الله ويشفيكي وسلمي على جوزك كل سنة طيبة ورمضان كريم عليك. حضرتك طيب يا رب أقدرك على فعل الخير والصحة والسلامة. ألف خير في رعاية الله. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. هنطلع على فاصل يا جماعة ونرجع لكم تاني نستقبل كل مكالماتكم ورسائلكم. معكم عمرو الليسي في برنامجكم خط الخير على راديو مصر. للتواصل مع البرنامج على رقم 5785893. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر ومعاكم عمرو الليسي وفي انتظار مكالماتكم واتصالاتكم وكل امنياتكم وربنا يقدرنا ندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. عايز النهارده اقدم لكم نموذج يعني جميل جدا. نموذج قدرت تنور لنفسها الطريق وتلمس النور بايديها معاها بقى مشوار من الصبر والكفاح وتحدي الظروف. هتسمعوا قصه كلها مليانه اسرار وعزيمة. معانا نموذج لست مصرية قدرت تتحدى أمنيتها لحد ما وصلت الجامعة تحضر رسالة الماجستير وهي على كرسي متحرك عشان نعرف انه لا يأس مع الحياة. تعالوا معانا نسمع حكاية انا قريتها وجميلة جدا عشان كده حبيت اتواصل مع صاحبتها الأستاذة رباب موسى وهي معانا على التليفون. أستاذة رباب كل سنة طيبة ورمضان كريم عليك. وحضرتك طيب. في البداية أرحب بحضرتك أو دكتور عمرو ومتشكرة جدا على الفرصة اللي انت أتحتيني ليها. لا والله أنا لما قريت القصة قلت لازم أتواصل معك عشان انت عندك عبرة وعندك خبرة ونموذج رائع للإصرار والتحدي ممكن تنقليه للناس. فحكي لنا كده وسمعي الناس حكايتك ايه، اسمك وبياناتك، مولودة فين، عندك كم سنة وظروفك الصحية ايه لغاية ما قدرت انك انت تكملي تعليمك وتخشي جامعة. في البداية أقول طبعا الظروف اللي أنا في أول مريت فيها. أنا طبعا على كرسي متحرك وطبعا في قرية ريفية. أنت اتولدتي كده حضرتك؟ يعني موجودة كده ولا دي إصابة؟ أنا مصابة بشلل الأطفال. أنت منين؟ محافظة إيه؟ أنا محافظة كفر الشيخ. عندي كم سنة؟ عندي 45 سنة. وبعدين؟ وبعدين في البداية طبعا كانت ثقافة العيلة ما فيش اهتمام بالتعليم قوي، مش التعليمي انا شخصيا على اساس انه انا مستخدمة كرسي، فكان هيبقى صعب عليا ان انا ادخل مدرسة. فخلاص كانت فيديو انا عايشة في البيت اللي هو عادي، يعني ما فيش تعليم وكده. بس انا بقى بعد ما يعني وقيت لنفسي كده ودورت على حالي اللي هو انا فين، مش بتعلم ليه وكده، فاكتشفت بقى انه المفروض ان انا انتحب وصول محو الأمية. فدخلت فعلا في طول محو الأمية وعلشان أتوالى في الدراسة أخد مراحل التعليم سنة ورا الثانية. عرفت أنه المفروض يكون معايا بداية كده لأنه أنا طبعا كان فاتني فرصة أن أنا أدخل بشكل طبيعي اللي هو في سن الطبيعي. فكانت الخطوة الأساسية بالنسبة لي أو الخطوة الأولية أن أنا أخد شهادة محو الأمية. ففعلا دخلت وكان في حد في البلد عندنا ساعدني في الموضوع ده ووجهني، الله يرحمه يا رب، هو السيد العين وجهني الخطوة دي وخدت شهادة محو الأمية. ومنها بقى بعد كده خدت التدرج الطبيعي بقى اللي هو دخلت بقى بعدها على طول أولى إعدادي وثانية إعدادي وهكذا، مشيت بقى في طريق تعليمي. بدأت في سن كم سنة بقى التعليم؟ يعني هو أنا مش ما كانش فاتني كتير قوي، أنا كنت تقريبا 12-13 سنة كده تقريبا، أنا مش متذكرة كويس لأنه الفترة كانت بعيدة. بس يعني ما كانش الحمد لله فاتني كتير لانه انا اصلا عندي طموح وعندي ما شاء الله طبعا. يعني خدت بالي من الموضوع بدري، يعني ما سبتش نفسي اول حد ما فاتني الموضوع بفتره كبيره. فالحمد لله يعني وانا بحمد ربنا على الحكايه دي. وبعد كده بقى دخلت وخدت ثانويه عامه وكنت الحمد لله جايبه مجموع كويس. وطبعا ما فيش مدرسه، يعني انا ما كنتش بروح مدرسه ولا دروس ولا اي حاجه، انا مع نفسي كده كنت بذاكر لنفسي وبشرح لنفسي الدروس وبروح الامتحان بس. يعني انا كنت بحضر في المدرسه ليوم الامتحان بس، وكنت كل سنه بقدم ثانوي، يعني ما كنتش مثلا مقيده على قيد المدرسه ولا حاجه لانه كنت بمتحن ما نازل. فكنت بروح وقت الامتحان بس والسنه اللي بعدها اعيد كودي تاني في المدرسه لحد ما وصلت بقى للجامعه. خدت الموضوع بقى بشكل طبيعي. دخلت كليه ايه بقى؟ نعم دخلت كليه ايه؟ دخلت كليه
كلية تجارة، لأنه كان عشان السفر وعشان الموضوع ما يبقى صعب بالنسبة لي، ووالدي كان حريص قوي على. بس واضح إن والدك ليه دور كبير في تشجيعك إنك أنت تكملي رغم ظروف الإعاقة، مظبوط؟ طبعا أنا والدتي متوفية على فكرة، وطبعا دورها كان هيبقى أكبر بكتير. لا يبقى لازم أنا بعد إذنك أحيي والدك من هنا وأقول له كتر ألف خيرك، لأنك أنت أب عظيم. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يديله الصحة يا رب، ودايما كده يكون في ظهري يساندني ويدعمني دايما، لأنه أنا بالنسبة لي كلامه بالنسبة لي بيبقى دفعة قوية. دلوقتي أنت بقى خلصت جامعة ولا لسه؟ لا أنا خلصت جامعة وبكمل بقى في الدراسات العليا. ما شاء الله ماجستير عظيم جدا جدا. في ماجستير الحمد لله. يعني حاجة جميلة جدا والله، يعني بجد يا رب برافو عليك. وعملت لنفسي مشروع صغير كده، حضانة بعلم فيها أطفال القرية، لأن أنا عارفة إنه التعليم هو كيان الإنسان. يعني أنا أما تخيل نفسي كده إن أنا ما كنتش أبقى متعلمة، كان الموضوع بالنسبة لي مش متخيلة خالص. فعلى قد ما بقدر يكون ليا دور في تعليم، سواء كان البنات القرية اللي عندي اللي ما قدروش إن هم يتعلموا، بحاول أساعدهم بقد ما طيب. يعني عايز اطلب مني طلب في اخر مكالمتي معاكي، قولي لنا الوصفه اللي تقوليها لكل واحده عندها اعاقه او كل واحد وفقد الامل، ودلوقتي انت بتحيي الامل جواه بالتعليم اللي انت حققتيه لنفسك. اقول له انا من خلال تجربتي، انا كنت دايما مؤمنه قوي بالحديث اللي بيقول من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الى الجنه. انا فعلا كنت الحمد لله ربنا كان بيسر لي برغم الصعوبات، برغم اعاقتي، برغم الثقافات اللي حواليا، الحمد لله كان ربنا بيسر لي حاجه لدرجه ان انا نفسي كنت ببقى مذهوله، وكل اللي حواليا كانوا بيبقوا مذهولين للي انا وصلت له الحمد لله. فما حدش ييأس عن الاراده والتحدي، كل حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه، وربنا ان شاء الله يوفق الجميع وييسر الحال لكل واحد. ربنا يوفقك دايما ويكرمك، وانا سعيد بيكي، واتمنى ان شاء الله اكلمك مره جايه تكوني داخله بقى في الدكتوراه عشان اهنيكي واقول لك برافو عليك، ربنا يكرمك دايما. متشكره قوي، نموذج جميل. لا انا بعتبر مكالمات حضرتك دي اكبر داعم واكبر نجاح ليا. ربنا يخليكي، متشكر جدا يا رب، تحياتي ليكي ولوالدك، كل سنه طيبه ورمضان كريم عليكي. زي ما سمعنا قصه رباب موسى، الحقيقه نموذج رائع ونموذج ايجابي، يدينا الامل ويحسسنا ان مفيش يأس، ما نقفش عند الاعاقه ونكمل وتقدم، وان شاء الله ربنا يحقق كل امنياتنا، ومش عايزين المرض يبقى عائق ابدا. نطلع لفاصل، وللتواصل مع البرنامج على رقم 2578-5893. معاكم عمرو الليسي على راديو مصر، وبرنامجكم خط الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم خط الخير على راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 2578-5893. خشوا واتكلموا، اكتبوا او ابعتوا رسائل صوتيه، قولوا امنياتكم وان شاء الله نكلمكم ونحقق لكم كل امنياتكم. ربنا يا رب يقدرنا ندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. هشام، ممكن نختار مكالمه كمان نسمعها بعد اذنك؟ السلام عليكم. ايوه يا هاشم احمد. انا كان عندي ميه من فتره من زمان، وقالوا لي ايه لسه شويه، فجت بنتي ماتت الله يرحمها في شهر 8 اللي فات ده، وانا من كتر العياط عليها رحت باب ايه عينيا بقت شايفه جوا خالص، فقالوا لي العينك يكون ولاني وعاوزين العمليه، وانا مش قادره الصراحه، انا ربنا بيعلم بحالنا وبجري على المعاش الحمد لله على كل حال، وما اقدرش اعمل العمليه ما اقدرش. زي ما سمعنا مكالمه من المواطنه سيده هاشم احمد، يا ريت هشام تطلبها لنا بعد اذنك. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، اكلم الست سيده هاشم احمد. انا عمرو الليسي، برنامج خط الخير على راديو مصر. اهلا وسهلا. ازيك يا ست؟ انا اسف ازعجتك، رمضان كريم. كل سنه طيبه ورمضان كريم عليك. الله اكرم. الله، احنا سمعنا رسالتك اللي سجلتيها وحبيت اكلمك تحت امرك، تأمري بايه؟ ايه مشكلتك وعايزه ايه؟ وقولي لي اتفضلي حكايتك ايه؟ اللهم صل على النبي. انا كنت كشف على عيني زمان وقالوا لي فيها ميه، وجبن في ميه الله يرحمها، فمن كتر العياط عليها بقيت خلاص ما بقتش شايفه خالص بيها.
ومعيش مقدرة أكثر إن أنا أعمل العملية، ومعيش عيال شغالين كده أرزقي، ومحمود جوزي على المعيش. فاللهم صل على النبي، هو عامل الصلاة وكان يأمن الزوج المعاش بتاعه. عندك عندك سلسلة وعامل دعاية. وانا برضو عامله مراره مستشاريه طبعا الفرق اللي فات دوت، وعامله التركيب التاجي شجان التاجي، بس مش عامله ده عمل يعني. ربنا يشفيك ويرفع عنك يا رب حق هذه الايام المباركه. والله يا دكتور لو شفت لو جيت وشفت حالنا. دي ساكنه فين؟ ساكنه فين؟ ربنا يشفيك. ساكنة فين يا ست سيدة؟ ساكنة فين؟ أنا ساكنة في حلوان في حتة اسمها الجزيرة، شارع المحطة جنوب المصنع، جنب المصنع اللي في وش المصنع على طول بتاع 99 ده. أنت عندك أولاد وبنات ولا عندك أولاد بس؟ لا عندي بنات، بنتين وولدين. البنت اللي هو ماتت شهر 8 من الفرد دوت. كانت عيانة ولا إيه؟ كانت عيانة اللي توفت دي الله يرحمها؟ انا عندي كان في مشاكل بين قلة الاكل مع اهل جزء، ومن قلة الاكل جالها انيميا. الله يرحمك. طب اموريني بقى، انت عايزه ايه؟ انا تحت امرك. الامر لله وحده. انت اموري وانا هنفذ. يا رب يزيدك في ايه؟ شر المرض يزيدك من النعيم. قولي عايزه ايه؟ انا عايزه اعمل العمليه. هنعمل العملية دي أول حاجة. عايزة إيه تاني؟ ولو نبقى فوق وأجر عند الله يعني تبني معاك شهري أدير الإيرين. وهعمل لك مع الشهر. ولازم. خلاص؟ وهيكلموك دلوقتي على طول أنسة بسمة وهتتفق معاكي عشان تحدد معاكي ميعاد العملية، هنتكفل بيه بالكامل وهنعملك مع الشهر. كل سنة وأنت طيبة. هنفتح العمرة بإذن الله وهتتفق بيه تقول له إن شاء الله. إدعي بس يا ربنا يفتح العمرة بس. قولي إدعي إدعي يا رب. ادعي كده ادعي وان شاء الله ربنا يجيب الخير يا رب. الله يبارك يا دكتور، انت ما تعرفش الحمد لله الحمد ربنا على كل حاجه. يا رب ربنا يا رب يديك الرضا والستر من عنده ويدينا الرضا والستر من عنده. والله الحمد ربنا. والله باين عليك باين عليك، انت نموذج للرضا يا ست سيده. والله العظيم اللي انت بتحكيه ده انا شايفه بعيني، وانت بتحكيه لي شايفك كده، شايفك قدامي. انا ما اعرفش ايه، كل شارع هتلاقي في واحده زي ست سيده غلبانه ومريضه، ست عندها امراض وفقدت ابنة وظروفها المالية صعبة. ربنا يا رب يفرق كربه وكرب كل ما مش بنخرج دلوقتي، فياريت نستغل وقتنا في الطاعة وفي الخير. حلقتنا النهاردة خلصت. قبل ما يسيبكم عايز اقول لكم عبارات مهمة جدا. مفيش حد بيموت ناقص عمر، بس في ناس بتموت ناقصة جبر خاطر او سعادة او تحقيق حلم او اهتمام. ياريت نكون لبعض السند ونجبر بخواطر. كان معكم عمرو الليسي على راديو مصر، برنامجكم خط الخير. للتواصل مع البرنامج على رقم 257-8-5-8-9-3. نشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.